الأستاذ مازن مختار المدير التنفيذي للجمعية الإسلامية الأمريكية. سيد مختار مساء الخير أو صباح الخير، كيف تتابعون تقدم دونالد ترامب الآن على باقي منافسيه والساحة يبدو باتت مفتوحة أمامه ليصبح سيد البيت الأبيض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله أولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. هو بالتأكيد طبعا هو تقدم دونالد ترامب إلى هذه المرحلة هو كان شيء غير متوقع منذ شهور. ففي نوفمبر الماضي لم يكن الحزب الجمهوري نفسه يتوقع تقدم ترامب إلى هذه المرحلة. فهو الآن فعلا يعني أصبح المرشح الوحيد المتبقي في الحزب الجمهوري. وصعب أن يكون هناك مرشح آخر، ولكن في الحزب الديمقراطي هناك مرشحة قوية جدا وهي هيلاري كلينتون، والسباق لم ينتهي بعد. نعم. طيب ما الذي أغرى قبل أن نصل إلى ربما مخاوف الجالية هناك العربية والمسلمة وغيرها، ما الذي أغرى الجمهور الأمريكي في هذا الرجل حتى صوت له بهذه الكثافة واكتسح الصناديق؟ يعني ما المغري؟ أين هي النقاط القوية في شخصية هذا الرجل وسيرته الذاتية؟ هناك حالة غضب موجودة في الولايات المتحدة من الساسة عامة، فلو نظرنا نجد أن هناك حالة مشابهة في الحزب الديمقراطي أيضا مع صعود بيرني ساندرز. طبعا بالفرق الضخم أن رسالة بيرني ساندرز رسالة إيجابية وليست سلبية وخطيرة مثل رسالة ترامب أو حتى كروز. فهذه الحالة موجودة في الحزبين، وهناك حالة غضب وإحساس عند الجمهور الأمريكي أن الحالة في أمريكا لا تتغير ولا تتقدم بمثيل كفاية، وأن السياسيون أصبحوا منتفعون أكثر من أنهم يخدمون شعوبهم، وأن هذه الحالة ينبغي أن تتغير. بيرني ساندرز بدأ برسالته عندما دخل إلى السباق هو مجرد مرجح صاحب رسالة، ولم يكن في الحقيقة مرشح جاد، وهو نظر إليه كذلك كما كان في الماضي رالف نيدرس يترشح، وكما كان هناك مرشحون يترشحون لأن لديهم رسالة يريدون إبلاغها من خلال السباق الرئاسي، ولكنه أصبح مرشح حقيقي وقوي. يعني مرشح حقيقي وقوي، لكن المثير والمستغرب أن هذا الرجل لا توجد له خبرات سياسية، يعني كل عمره السياسي هي بضعة أشهر منذ دخل هذه الحملة، وكما قال الرئيس الأمريكي هذا خبير في النساء وليس خبير في السياسة. فأمريكا إذا ما بات هذا الرجل رئيسها يعني لا أدري الحقيقة أو لا يدري الكثيرون أين سيتجه بها، يعني بلد بحجم أمريكا. هذا صحيح، وهو من العجائب أن دونالد ترامب وصل إلى هذه المرحلة حتى بعد تكرار تفوهه بأشياء كانت عجيبة. وهو لم يهاجم المسلمين فقط، ولكن هاجم أيضا المكسيكيين المهاجرين من المكسيك إلى الولايات المتحدة، ولكنه استفاد من حالة الغضب الموجودة. وأخطر ما فعله ليس ترشحه، ولكن أنه جاء بخطاب الكراهية وخطاب التفرقة، أتى به إلى منصة الترشح إلى الرئاسة، وهذا شيء جديد في السياسة الأمريكية على الأقل في العصر الحديث. لعل هذا شيء جديد ولم يحدث في العشرات السنين الماضية. لعل تقدم دونالد ترامب رغم خطابه هذا المبني على الكراهية والتفرقة كما قلت، تقدمه أيضا يكشف بأن الكراهية والتفرقة ليست في رؤوس أمثال دونالد ترامب، ولكنها موجودة أيضا في الناخب الأمريكي، وإلا ما كان لهذا الرجل أن يفوز، أليس كذلك؟ نعم، هو هذا دائما موجود في كل البلدان، ولكن هو أصبح موجود بقوة في الولايات المتحدة في السنوات الماضية. فهذا التململ والغضب من الهجرة المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة هذا زاد في السنوات الماضية. وفعلا الشيء الخطير والمقلق أنه إذا اختفى ترامب غدا فلن يختفي 30% الذين انتخبوه وصوتوا له. فهذا شيء يعني للأسف هو شيء خطير وشيء مقلق. طيب ما هي حظوظه سيد مختار؟
ما هي حظوظه في المنازلة النهائية إذا ما بات السباق ثنائي في النهاية كما يبدو أن هيلاري كلينتون هي التي ستنال ورقة الترشيح عن الحزب الديمقراطي؟ ما هي حظوظه؟ على كل حال الترجيحات ترجح فيما يبدو كلينتون إلى حد الآن. نعم بقوة ترجح كلينتون بقوة. هو البيت الأبيض لهيلاري كلينتون أن تكسبه أو تخسره في الوقت الحالي. فإذا ما حدثت فضائح أو مشاكل غير متوقعة من هنا إلى نوفمبر قد تخسره، ولكن إذا لم يحدث هذا فنحن نتوقع أن هيلاري ستكون الرئيسة الأولى للولايات المتحدة المرة. طيب على كل حال نحن سنذهب في هذا السؤال الختامي، سنذهب للاحتمال الأسوأ. إذا ما كان ترامب هو الرئيس، الحقيقة الجالية العربية والمسلمة متخوفة للغاية وأنت أعلم بذلك. كيف بماذا سيبدأ هذا الرجل؟ يعني ما هي السياسات التي تتخوفون منها؟ ما هي الخطوات التي يمكن أن يتخذها وتكون كارثية لا قدر الله؟ نعم، هو هذا أهم سؤال، وماذا سيكون رد فعل المسلمين في الولايات المتحدة؟ وعلينا أن نبدأ من قبل أن يكون رئيس، علينا أن نبدأ منذ الآن، علينا أن نشارك بقوة، لأننا ينبغي أن يكون لنا صوت قوي في الولايات المتحدة، وينبغي أن لا نتقبل أن تكون منصة البيت الأبيض هي منصة للكراهية أو للتفرقة أو للتمييز ضد الإسلام والمسلمين. ونحن في المؤسسة الجمعية الإسلامية الأمريكية شاركنا وأيدنا مشروع قانون يقدم يوم السبت، أنا أسف، يوم الخميس بإذن الله، لمنع التمييز في الهجرة على أساس ديني. وعلينا أن تكون لنا مشاركة أقوى ويكون لنا صوت أعلى، سواء كان المرشح أو الرئيس ترامب أو هيلاري. في كل الأحوال ينبغي أن يكون لنا صوت حقيقي، وأن لا ننتظر حتى تكون هناك مصيبة. القرارات التي ممكن أن يتخذها لا يعرفها أحد، فأنت كما قلت ليست له خبرة في السياسة إلا أشهر قليلة، وهو قال أشياء كثيرة وغيرها. فالأخطر في ترامب ليس قرار بعينه، ولكن أنه لا يعرف أحد ما هي القرارات التي ممكن أن يتخذها، وقد تكون قرارات كارثية. فقد وجدنا في جورج بوش قرارات أثرت على الولايات المتحدة تأثير بالغ، ولا أقول أثرت على العراق وأثرت على أفغانستان، ولكن حتى من ناحية الولايات المتحدة نفسها فقد ورطت الولايات المتحدة بقرارات كارثية. ففي حالة ترامب ممكن أن يفعل نفس الشيء، وممكن يكون أخطر أيضا. نعم. ونحن نتمنى، نعم، وأملنا في الله سبحانه وتعالى، نتمنى أنه في الأشهر القادمة أن يكون صوت المسلمين وصوت العقل في الولايات المتحدة أقوى. في الحزب الجمهوري للأسف الحزب الجمهوري متفرق وليس متجمع، وأصوات الحزب الجمهوري متفرقة، وأصوات الحزب الديمقراطي متفرقة. فأصوات العقل عليها أن تتجمع ليكون لها صوت أعلى وأقوى في الولايات المتحدة. فالصراع الآن ليس بين جمهوري وديمقراطي، ولكن بين العقل واللا عقل. الأستاذ مازن مختار المدير التنفيذي للجمعية الإسلامية الأمريكية، نشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة.